بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي من تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي. النهاردة موعدنا مع مراجعة لغة عربية للربع الثالث. تعالوا أول سؤال في المراجعة النهاردة معانا، وهو سؤال القراءة المتحررة. سؤال القراءة المتحررة ده سؤال سهل وبسيط جدا، بيجيلي في الامتحان. كل اللي مطلوب مني في السؤال ده إن أنا أقرأ القطعة اللي عندي كويس جدا، ومن خلال قراءة القطعة وفهمها هقدر أجاوب على الأسئلة دي بسهولة. يعني إجابة الأسئلة دي بتبقى موجودة عندي في القطعة دي. كل اللي مطلوب مني أقرأ القطعة بتركيز شوية. فأول قطعة عندي دي هنبدأ نقرأها مع بعض. التلميذ المتفوق يحاول أن يفهم كل شيء يقرأه، فإذا صعب عليه فهم كلمة ما سأل أستاذه عنها أو بحث عنها في المعجم، لأن السؤال وقراءة المعاجم تؤمن له إثراء مخزونه اللغوي بكلمات جديدة، وتهيئ له أن يفهم أي نص يقرأه، فتتسع حصيلته الثقافية وتزداد معارفه. معنى القطعة اللي معايا دي إن التلميذ المتفوق هو اللي بيحاول إن أي شيء قدامه بيقرأه يحاول يفهم الحاجة اللي بيقرأها دي، ولو في اللي هو الشيء اللي هو بيقرأه حاجة صعبة عليه ممكن يسأل الأستاذ بتاعه، أو ممكن يبحث في المعجم، لأن من خلال سؤاله للأستاذ ومن خلال بحثه في المعاجم والقراءة فيها ده هيخلي عنده حصيلة لغوية كبيرة جدا، وهتتسع الثقافة بتاعته ومعارفه، فيقدر يتكلم أو يكتب في أي موضوع معاه. تعالوا بقى نشوف الأسئلة اللي موجودة عندي على القطعة دي. أول سؤال بيقول: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. مضاد صعب، كلمة صعب مضادها ايه؟ يعني عكسها ايه؟ عارف ولا سهل ولا فهم؟ يبقى مضاد صعب، مضاد حاجة صعب عكسها ايه؟ سهل، يبقى حاجة صعبة اللي هي بتبقى عكسها حاجة سهلة. يعني مفرد معارف، عندي معارف مفردها ايه؟ معارف مفردها معروف ولا عارف ولا معرفة؟ ممتازين، معارف مفردها معرفة، يبقى معارف مفردها معرفة وصعب عكسها سهل. السؤال الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. التلميذ المتفوق يسأل معلمه عن معنى كل كلمة يقرأها. هو التلميذ المتفوق هو اللي بيسأل عن كل كلمة بيقرأها دي معناها إيه؟ لا طبعا، هو التلميذ المتفوق عارف طبعا كلمات كتيرة، بس ممكن يقف عليه بعض كلمة أو كلمة صعبة مش قادر يفهمها، هي دي اللي بيسأل عنها. يبقى الإجابة هنا خطأ، التلميذ المتفوق مش بيسأل عن معنى كل كلمة بيقرأها، لا بيسأل على الكلمة الصعبة بس عليه. يبقى لو قلنا التلميذ المتفوق يسأل معلمه عن معنى كل كلمة يقرأها، الإجابة هنا خطأ. التلميذ المتفوق يحاول فهم كل ما يقرأه. اي حاجة بيقرأها التلميذ المتفوق بيحاول ان هو يفهم الحاجة اللي بيقرأها دي. ايوه برافو عليك، ايوه الاجابة صح، يبقى التلميذ المتفوق بيحاول فهم كل ما يقرأه، اجابة صحيحة. طب ما فائدة قراءة المعاجم كما فهمت من الفقرة السابقة؟ ايه فايدة ان الانسان يقرأ في المعاجم كتير او التلميذ يقرأ في المعجم اصلا؟ ليه؟ لان قراءة المعاجم تؤمن له اثراء مخزونه اللغوي بكلمات جديدة، وتهيئ له أن يفهم أي نص يقرأه، فتتسع حصيلته الثقافية وتزداد معارفه. يبقى الإجابة هتبقى من أول تؤمن له إثراء مخزونه لحد النهاية. يبقى فايدة المعاجم إيه؟ زي ما احنا شرحنا الوقت قلنا إن هيبقى عنده ثروة لغوية وحصيلة ثقافية كتيرة، فيقدر إن هو يكتب أو يتكلم في أي موضوع يقابله. دي فايدة قراءة المعاجم. يبقى مفهومة أول قطعة معانا؟ هننتقل بقى الوقت للقطعة التانية. القطعة التانية نبدأ نقرأها مع بعض. الندم على ما فات مضيعة للوقت، فلا تحزن على ما قد فات، وفكر فيما هو آت، فالماضي لن يعود أبدا، والعاقل من يعمل للحاضر والمستقبل مستغلا وقته، فينجز أعمالا يفيد بها البشرية ويخلد ذكراه في تاريخ الإنسانية. يبقى هنا القطعة دي بتحسنا على ان الندم ده مضيعة للوقت، المفروض ما نندمش على حاجة فاتت، بل بالعكس ان احنا نبدأ نعمل للمستقبل وللحاضر بتاعنا ونستغل الوقت، ما نفضلش قاعدين نندم على الاشياء السابقة او ما هو فات يعني. طب مرادف آت،
كلمة آت وأفكر في ما هو آت. كلمة آت دي مرادفها، كلمة مرادف يعني معنى، معنى كلمة آت هي إيه؟ إيه كلمة آت معناها؟ حقير ولا قادم ولا عظيم؟ هنا بيفكر في ما هو آت، في ما هو آت معناها ممتازين، في ما هو آت معناها قادم، يبقى مرادف آت يعني قادم، يعني فكر في ما هو قادم، في الحاجة اللي هتيجي، ما نقعدش نفكر في الحاجة اللي فاتتنا. جمع تاريخ، تاريخ جمعها إيه؟ تأريخ ولا تواريخ ولا توارخ؟ ممتازين، تاريخ جمعها تواريخ، يبقى تاريخ جمعها تواريخ. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. الماضي سيعود في يوم من الأيام. هو ينفع الزمن الماضي يرجع يعود لنا في يوم من الأيام؟ ينفع يجي لنا مرة تانية؟ طبعا إجابة خاطئة، الماضي لن يعود. والإجابة على فكرة يعني ما القراءة المتحررة بالذات مش بنجاوبها من دماغنا، بنحاول بندور في القطعة والإجابة بتبقى موجودة أكيد عندي في القطعة. عشان كده في البداية أنا قلت لكم في القراءة المتحررة بنقرأ بتركيز، لأن الإجابة بتكون موجودة عندي في القطعة. يعني الماضي سيعود في يوم من الأيام، هنا هو الماضي لن يعود أبدا، يبقى الإجابة هنا خاطئة. يجب على الإنسان العاقل أن يقوم بأعمال تفيد البشرية. الإنسان العاقل يجب إن هو يعمل أعمال تفيد البشرية. إجابة صح، أيوة أي إنسان عاقل لازم إن هو يعمل أعمال إنها تفيد البشرية. ما صفات العاقل كما فهمت من الفقرة السابقة؟ إيه هي صفات الإنسان العاقل زي ما إحنا فهمنا من الفقرة دي؟ نقرأ الفقرة التانية مع بعض ونشوف. الندم على ما فات مضيعة للوقت، فلا تحزن على ما فات وفكر فيما هو آت، فالماضي لن يعود أبدا، والعاقل والعاقل من يعمل للحاضر والمستقبل مستغلا وقته، فينجز أعمالا يفيد بها البشرية ويخلد ذكراه في تاريخ الإنسانية. يبقى هنا صفات العاقل إيه؟ هتبقى من أول إيه؟ هو من يعمل للحاضر والمستقبل مستغلا وقته وينجز أعمالا يفيد بها البشرية ويخلد ذكراه في تاريخ الإنسانية. يبقى إجابة السؤال جيم اللي هي صفات العاقل إيه؟ هتبقى من أول يعمل للحاضر والمستقبل لحد النهاية، دي إجابة السؤال جيم. معانا القطعة الثالثة بقى في القراءة المتحررة بتقول إيه؟ الصدق من الصفات الحميدة التي يجب أن يتصف بها كل إنسان، والصدق صفة تحلى بها كل أنبياء الله عليهم السلام، والإخلاص في العمل طريق النجاح للفرد والمجتمع، وبهاتين الصفتين يسعد الإنسان ويرضى عنه الله، فعلينا أن نلتزم بهاتين الصفتين ليرقى وطننا ويسعد. القطعة اللي معانا بتتكلم عن الصدق وقد إيه إن الصدق ده صفة جميلة اتحلى بها كل الأنبياء، كل أنبياء الله عز وجل كانوا بيتحلوا بالصدق، كل الأنبياء اتصفوا بالصدق، والصدق ده والإخلاص دول طريق النجاح، إن أي إنسان عشان ينجح في حياته لابد إن يبقى عنده إخلاص في العمل بتاعه ويبقى عنده صدق. بهاتين الصفتين اللي هو الصدق والإخلاص هيرقى الوطن، يعني الوطن هيتقدم جدا وهيبقى الوطن مزدهر. هنجاوب بقى على الأسئلة اللي عندنا في القطعة. أول سؤال، أكمل ما يأتي من خلال فهمك للفقرة السابقة، يعني هنجاوب على الأسئلة دي من القطعة. أول سؤال بيقول اتصف أنبياء الله عليهم السلام بصفة، هما الأنبياء اتصفوا بصفة إيه؟ بقولنا بنجيبها من القطعة، احنا لسه قايلين إن الصدق صفة تحلى بها كل الأنبياء، يبقى الأنبياء اتصفوا بصفة إيه؟ الصدق، يبقى هكتب اتصف أنبياء الله عليهم السلام بصفة الصدق. طريق النجاح هو، طريق النجاح هو إيه؟ طريق النجاح هو الإخلاص في العمل، يبقى الإخلاص في العمل ده هو طريق النجاح، يبقى لو قلنا طريق النجاح هو إيه؟ هقول الإخلاص في العمل. السؤال الثاني، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. معنى تحلى، كلمة تحلى اللي هو الصدق صفة، تحلى، تحلى دي معناها إيه؟ معناها تزين ولا دعا ولا رغب؟ تحلى يعني ممتازين، تزينا. الصدق صفة
تزين بها كل الأنبياء، تحلى يعني تزين. جمع المجتمع، المجتمع جمعها إيه؟ المجتمع يعني المجتمعون ولا المجتمعات ولا الاجتماعات؟ ممتازين، المجتمع جمعه المجتمعات، يبقى جمع مجتمع مجتمعات. السؤال رقم د، لماذا يجب علينا الالتزام بالصدق؟ هو احنا ليه لازم كلنا نلتزم بالصدق؟ برافو، هنلتزم بالصدق ليه؟ ليرقى وطننا ويسعد. يبقى ليه ان احنا يجب ان نلتزم بهاتين الصفتين؟ هاتين الصفتين من ضمنهم الصدق، وقلنا ايه الصفة التانية؟ اللي هي الاخلاص في العمل. يبقى ليه يجب ان احنا نلتزم بالصدق؟ هقول ليرقى وطننا ويسعد، عشان الوطن بتاعنا يرتقي ويزدهر ويسعد. بكده نبقى خلصنا سؤال القراءة المتحررة، وزي ما اتفقنا هو سؤال بسيط جدا، كل اللي محتاجينه في السؤال ده عشان نجيب فيه الدرجة النهائية فيه لازم نقرأ القطعة كويس بفهم، وهنقدر من خلال القطعة هنقدر نجاوب على الأسئلة الموجودة عندي. هننتقل دلوقتي لسؤال تاني في اللغة العربية، وهو من قصة علي مبارك. قصة علي مبارك، هنجاوب بقى على الأسئلة اللي معانا دي. أول سؤال، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أهمل علي مبارك شؤون تلاميذه. هو علي مبارك يا ولاد، كنا احنا اتفقنا لما هو بدأ أسند إليه مهمة في التعليم، وقلنا كانت هي مهمة إيه نفتكر مع بعض؟ أيوة، إن هو بقى ناظر للمدارس المصرية اللي هو فيما يوازيه الوقت، اللي هو وزير التربية والتعليم، لما اللي هو الخديوي عباس كلفه ان هو يكون ناظر للمدارس المصرية. في الوقت ده اهمل التلاميذ واهمل شؤونهم، ولا بدأ ان هو يهتم بالتلاميذ ويلقي عليهم هو بنفسه المحاضرات ويتابع تأليف الكتب وبيعاون المعلمين في تأليفها، وكان بدأ ان هو يرتقي بالتعليم في مصر؟ يبقى هو اما يقول لي اهمل علي مبارك شؤون تلاميذه، هنقول صح ولا غلط؟ طبعا اجابة غلط، لا، علي مبارك ما اهملش التعليم، لا بالعكس، ده اهتم بشؤون تلاميذه. طب نجح علي مبارك في وضع قانون ينظم سير التعليم في المدارس المصرية؟ هو قدر ان هو ينجح ان هو يحط قانون عشان ينظم بيه سير التعليم في المدارس المصرية؟ برافو عليكم، ايوه اجابة صح، فعلا علي مبارك قدر ان هو يحط نظام وقانون نظم بيه المدارس المصرية، وقدر ان هو يحقق نجاح كبير في المجال ده. اسند ابراهيم الى علي مبارك أكبر منصب في ميدان التعليم. الخديوي إبراهيم هو اللي أسند المنصب ده لعلي مبارك؟ لا، إجابة خاطئة، مش الخديوي إبراهيم. لسه قايلين مين الخديوي اللي هو أسند المهمة دي لعلي مبارك؟ قلنا الخديوي، برافو عليكم، الخديوي عباس. يبقى الخديوي عباس هو اللي أسند مهم اللي هو المنصب الكبير اللي تولاه علي مبارك. وقلنا إيه هو المنصب دلوقتي؟ المنصب ان هو يكون ناظر للمدارس المصرية فيما يعادل الوقت اللي هو وزير التربية والتعليم، ان هو يبقى وزير التربية والتعليم. مين اللي اسند له المهمة دي؟ قلنا الخديوي عباس، برافو عليكم. يبقى هنا السؤال رقم 3 ده الاجابة خطأ، اسند ابراهيم، لا غلط، امال هو مين؟ قلنا الخديوي عباس. كان التعليم في مصر قبل عهد الخديوي عباس في ايدي المصريين؟ هم المصريين هم اللي كانوا ماسكين التعليم في عهد الخديوي عباس؟ لا، إجابة خاطئة، لا، ده كان الأجانب، وعشان كده الخديوي عباس بدأ إن هو يعني يستعين ببعض المختصين إن هم يبدأوا إن هم يصلحوا حال التعليم، لأن هو كان في إيد الأجانب، هو كان حابب إن المصريين هم اللي يشرفوا على تعليمهم، بس المختصين دول فشلوا في المهمة دي، وعشان كده أرسل لعلي مبارك عشان يستعين به في المهمة دي. يبقى كان التعليم في مصر في عهد اللي هو في قبل عهد الخديوي عباس في ايدي المصريين؟ لا، اجابه خطا، كان في ايدي الاجانب، ولما تولى الخديوي عباس حب ان يبقى التعليم في ايد المصريين. يبقى السؤال ده هقول الاجابه خاطئه. بما عرف علي مبارك؟ احنا قلنا علي مبارك كان بيتميز بايه؟ ممتازين، كان بيتميز بسعه اطلاعه، يبقى كان متميز بسعه اطلاعه وغزاره علمه وثقافته، كان علمه كتير وعنده ثقافة كبيرة، وقدرته على إدارة ما يكلف به من الأعمال، كان بيقدر يعمل أي عمل يكلف به حتى ولو كان العمل ده لم يكن في تخصصه. يبقى علي مبارك كان يعرف بإيه؟ سعة اطلاعه، غزارة علمه وثقافته، قدرته على إدارة ما يكلف به من أعمال حتى ولو لم تكن في تخصصه.
ما المنصب الذي وصل إليه علي مبارك في ميدان التعليم؟ علي مبارك وصل لمنصب إيه؟ ممتازين لسه قايلينها، علي مبارك وصل لمنصب ان هو يكون ناظرا للمدارس المصريه، او اقول ان هو يكون وزير للتربيه والتعليم. يبقى هقول ناظر للمدارس المصريه او وزير التربيه والتعليم، الاجابتين صحيحه. برافو عليكم، بكده هنكون انتهينا النهارده، هنكمل المره الجايه ان شاء الله بقيه الدروس. وبالتوفيق يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.